أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الذكور والإناث سبعة. زمير زمن أمامنا محمد صلى الله عليه وسلم يفيد. القاسم. القاسم. هو أكبر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام. هو عليه الصلاة والسلام أبو القاسم. يزنو زمن الله فدوه أمامنا محمد صلى الله عليه وسلم القاسم على يزنو ويتنو لزنه يمشون نظر أبو القاسم. وإبراهيم. أبي منار غازي إبراهيم. وعبد الله. منار غازي عبد الله. عبد الله هو الطيب الطاهر. لأن عبد الله يزدي صار سلم الدين. وفاطمة رضي الله عنها. أبي منار غازي فاطمة. وأم كلثوم. أبي منار من فاطمة أم كلثوم. ورقية. بكر رقية. وزينب. أبي فاطمة زينب. جميع هؤلاء السبعة ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. رجال جبرتين ماتت تفصيل من محمد صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. أخذ فاطمة ريكون زانيل ممات يتبولنا طوريا لما تسمى من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.